خلينا ناخد برضو رأي واحد من خبرائنا الحقيقة في كرة القدم، فيلسوف كرة القدم المصرية، النجم الكبير الكابتن أيمن يونس. يا كابتن أيمن إزاي حضرتك؟ كابتن إسلام إزيك؟ وشايف سعادتك طالعة من عينيك. طبعا مبسوط جدا والله يا كابتن. بقولك كنت في مدينة نصر وجاي من هناك ماسك التليفون قاعد طول الوقت، ما كنتش أنا اللي سايق، قاعد طول الوقت بتفرج على المباراة. كنت لسه بقول إن 13,000 واحد كانوا بيتفرجوا، ولما محمد صلاح طلع بقوا 3,000 بس. يعني والله يا كابتن ايمن حاجه يعني، فالواحد مبسوط والواحد سعيد، ولو تشوف التعليقات وتشوف الكلام اللي مكتوب على محمد صلاح يعني تفخر ان انت مصري، والانطباعات بقى اللي احنا لسه هنزعها من كل المحافظات حاجه جميله جدا والله يا كابتن ايمن. ما كلمه تفخر دي هو دي الحاله اللي عاملها محمد صلاح. نعم، فخر، الشعور بالفخر لمصريتك لنجوميته. بس هو خلينا نتفق ان هو بيعيش مرحلة نضوج مختلفة، ومرحلة ما بيلمسهاش غير نجوم معينة في العالم. مظبوط، اللي هي مش لازم يعمل مجهود كتير، مش لازم يعمل حاجات كتير، لكن المهم ازاي يكون درجة تأثيره هي الأهم في نتيجة المباراة. مظبوط، ولكن ما تقدرش تنكر السيناريو المرهق للأعصاب اللي لعب بيه كلوب النهارده مدرب ليفربول، ان هو يعمل التكامل الدفاعي بهذه الطريقة، 10 بيدافعوا وما يديش راحة لمهاجمين. اعتقد كلوب غامر قوي النهاردة، وبعدين جول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة يوتر لك اعصابك، وتحس ان مانشستر سيتي يقدروا يعملوا كل حاجة، والحالة الذوقان اللي كان موجود عليها معظم لاعبي مانشستر سيتي توترك. لكن دايما محمد صلاح بتاع تغيير الاحاسيس، من احاسيس الخوف لأحاسيس السعادة، من أحاسيس الهزيمة القادمة لأحاسيس الانتصار. هو محمد صلاح بيجيد فن اللعب بالمشاعر، وهو ده جزء من أسرار نجوميته. النضج يا كابتن كمان زي ما حضرتك بتقول، النضج الكبير جدا اللي ظهر على محمد صلاح في كيفية التعامل مع إصابته. يعني احنا ممكن نبقى فاهمين ده وعايزين نفهمه للناس برضو يا كابتن، هل انت كنت شايف ان محمد النهارده يعني سليم بنسبه 100%؟ ده اولا. ثانيا، النضج الكبير اللي حصل له ده، ان هو مش كل كره سبرنت يجري عليها زي ما كان بيعمل في الاول، امتى يتحرك امتى يقف؟ قول لي يا كابتن. الكلام ده انا قاعد، احنا بنراقبه طبعا في كل كابتن. طبعا طبعا اصبح النهارده بيعرف يهرب من الرقابه اللي عليه، حتى لو ما جاتلوش الكوره، بس لو جات له بيبقى مهيئ انه يجيبها جول. فهو دايما عنده حته انه مهيئ نفسه للحظه التسجيل في كل لحظه الكوره في نص ملعب الخصم، وده منتهى الذكاء. حتى الجول اللي جابه، سيبك من الكوره بقت بتحبه، الكوره ما بتطوعش غير العظماء. صح، ما عدا النهارده ما طوعتش ميسي وجابت له القلب. لا هنتكلم دلوقتي على الموضوع ده. ده انت ميسي قلب واقف دقيقه 90، هو والجون وكرة من اللي بيعملها على طول، وكرة ما اتطوعهوش اول مره. هو انت اتفرجت على الماتش ولا ايه يا كابتن؟ اتفرجت على الماتش بتاع ولا على الفرص الهايلايتس؟ لا، انا اول لما محمد صلاح جاب الجون بقت 1-1 وانا اتنفست معاك، وبعدين لقيت فيرمينيو خلاص بيجيب الجون الثاني، ابتديت اشوف روما وبرشلونه اللي بيحصل فيهم. ان خلي بالك قد يكون برضه احنا بقينا بنحلم زياده عن اللزوم اليومين دول. نعم، ان الفرص لليفربول انه يقابل روما غير لما يقابل مثلا برشلونه. طبعا، فانت برضه عمال تحسبها، صلاح ممكن يعمل معجزه ويوصل للفاينل او السيمي فاينل او يوصل لاعلى المراتب. ما كل ده بونس لصلاح كبير. طبعا طبعا حياته. طبعا، واصبحنا احنا كلنا يعني عندنا عشق للتحطيم اللي بيعمله صلاح، سواء في عدد الاهداف، والنهارده بينافس ازاي على الدوري في الدوري الانجليزي مع كين على الاهداف، اللي يخلي كين يروح يقول الكره لا اريكسون لما رفعها. دي جت في كتفي، دي جت في كتفي. احنا وعينا على روحنا بتحكي ان واحد زي هاري كين بيعمل كده وبيتلزق في جون عشان يقرب لصلاح. لكن صلاح عامل حاله من السعاده، وده اجمل حاجه كده، والفخر لان هو اصبح مؤثر. ومش عايز اقول لك طول ما انا ماشي لما جاب صلاح الجون انا في مكان سمعت التصويت كاني قاعد جوه الاستاد. ايوه صح، يعني مش صح. معقول حاله العشق والسعاده، بيكلمني واحد صاحبي قاعد في وسط كافيه كانه قاعد في استاد سويس. بقول لك 14-15,000 واحد بيتفرجوا، اول ما صلاح طلع بقوا 3 يعني. حاجه كابتن ايمن، عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا. هل كره القدم تتغير؟ هل دوري ابطال اوروبا بيتغير؟ بمعنى
الناس كلها كانت متوقعه برشلونه، والناس كان لها على فكره كانت متوقعه حتى بعد الهزيمه بعد هزيمه مانشستر سيتي بثلاثيه، كله قال لك ريمونتادا وكذا وكذا. هل كره القدم تتغير؟ طبعا. الاجيال الجديده داخله خلاص. كريستيانو رغم ان هو رافض ان هو يعجز، وميسي طبعا ده موهبه مختلفه طبعا، لكن في اجيال كتيره طالعه بشكل مختلف، ابرزهم طبعا صلاح. يعني صلاح النهارده بيتكون لنجم عالمي، مش مزبوط. بس عربي او مصري، مظبوط، لكن صلاح بيتحول لشخصيه تانية. انا اعتقد مدينه ليفربول هتتجنن. مين قال بس مدينه ليفربول؟ انجلترا كلها هتتجنن، العالم كله يا كابتن، العالم كله. لا احنا بس بنتكلم في المنطقه دي، ان هو اصبح مثير للمتابعه. نعم. وبعدين حتى طريقه احتفاله كلها النهارده، اعتقد كل الناس احتفلت زيه، قامت وقفت وبصت البصه بتاعته اللي فيها زهو الانتصار او زهو الهدف او سعاده الهدف. نعم. كلنا وقفنا نفس الوقت، اللقطه صعبه والكره دورت عليه، الكره هو بقى في علاقه بينه وبين الكره دورت عليه. يعني لما ادى الكره لماني هو والجول، وماني دخل في وسط دفاعات مانشستر واتخبطت مع الجول كيبر عشان يظهر صلاح. لا يعني ماني عملها بشكل رائع بصراحه كابتن. هو ما عملهالوش، هو ماني راح قوه في العمق حلو قوي. صح. وحاول ان هو يجيبها جول، لكن هنا بقى التوفيق الرباني ان الكره ما دورتش على ماني، دورت على صلاح. بالظبط كده. لكن برضه لازم تحترم لمسته قوي، هو بس مش موفق، هو كمان فنان. اللمسه كان فيها هدوء وثقه، وعمل تشيب خفيف علقها في الجول بشكل مليان قدرات، ما هو عبر عن قدراته بالهدف ده. الزاويه قد تستسهلها البعض، لكن هي زاويه صعبه. لا لو حطها على الارض لعلمك كان اعتقد اوتاميندي كان عامل تاكلينج، فاعتقد حطها من فوق ايدي كانت شيب مش طبيعي. كله ذكاء، كله ثقه بالنفس، لكن هو بيتنقل لمستوى تاني. مظبوط. محمد صلاح اصبح في منطقه تانيه، وانا اعتقد سر من اسرار سعاده الشعب المصري الفخر اللي بيعيشوه. بالظبط. مع حاله التالق اللي بيعيشها محمد صلاح، يعني حاله جميله قليله قوي الحاله دي لما شفتها في حياتي الاكلام. مظبوط يا يعني كابتن، مش كتير. الفخر والتفاخر بمصريتك دي. محمد صلاح عامل حاله مختلفه، حتى انت ابتسامتك بقول لك جايبه من اول الشاشه، عينيك طالعه مبسوطين مبسوطين. يعني ما شفتكش بتعمل كده في ماتش في الدوري ولا لو لا 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 لا, لا يا كابتن، يا كابتن ايمن، لا لان الدوري كلنا كلهم اصدقائنا وكلهم حبايبنا، لكن محمد ده عامل لنا كلنا فخر يا كابتن. وعامل لنا كلنا، انا بقول لك هو حاله التفاخر اللي احنا عايشينها بمحمد صلاح. مديانا احساس تاني. العالميه كمان، العالميه خلي بالك احنا اول مره نحسها برضو من زمان يا كابتن قوي. بس العالميه بتالق كمان، مش العالميه بالظبط اللي بتلبس تيشيرت فريق. بالظبط. انت بتخوض احلام جماهير انجلترا او جماهير ليفربول. انا سعيد ان انا اللي انا اللي ببقى مبسوط جدا يا كابتن لما حضرتك معايا. افضل بسعاده كده يا اسلام، واشوف دايما ابتسامتك من اول. ربنا يخليك يا كابتن، انا ببتسم عشان وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا كابتن، اشكرك على وجود حضرتك معانا. يعني الحقيقه اخبار صلاح موجوده معانا. اخيرا صلاح في التشكيل المثالي للدوري الانجليزي، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي في التشكيل المثالي الذي نشرته مجله 442 للموسم الجاري بالدوري الانجليزي 2017 2018.